السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أبنائي وبناتي طلاب الصف الأول الإعدادي، أهلا بكم في قناة إنجليزي ببساطة مع مس نسرين. النهاردة إن شاء الله هنكمل حل امتحانات المحافظات من ملحق كتاب المعاصر ترم تاني 2024. هنحل 3 محافظات: الشرقية، المنوفية، والغربية، صفحات من 51 إلى 58. Let's get started. هنبدأ من بيج 51 صفحة رقم 51، شرقية جوفرنريت محافظة الشرقية. أول سؤال في الامتحان بيبقى listening استماع، listen and choose the correct answer، استمع واختار الإجابة الصحيحة. نسمع نص الاستماع ثم نجيب عن الأسئلة. منى went to a shop yesterday. She wanted to buy a new phone. The thing she decided to buy wasn't cheap. The assistant asked her about her job. She told him that she works as a photographer. طب أول سؤال طبقا اللي سمعناه، منى wanted to buy a new إيه؟ كانت عايزة تشتري إيه جديد؟ كانت عايزة تشتري تليفون جديد، a new phone. The thing Mona decided to buy wasn't الشيء اللي قررت منى تشتريه ما كانش رخيص الثمن، wasn't cheap. The assistant البياع asked Mona about سأل منى عن her job وظيفتها. منى كانت ايه؟ a photographer مصورة فوتوغرافية، photographer. بيج 52 صفحة 52، complete the following dialogue، اكمل المحادثة التالية. احمد asks the tourist، احمد بيسأل سائح about his visit to Egypt، عن زيارته لمصر. فبيقول له is this your first visit to Egypt، هي دي اول زيارة لك لمصر؟ رد عليه بعد كده قال له I visited it before، انا زرتها من قبل، يبقى دي مش اول زيارة لي لمصر. هو بيقول له is this your first visit، دي اول زيارة لك؟ هيقول no it isn't، لا مش اول زيارة. No it isn't، لا انا زرتها قبل كده. سأله سؤال فقال له I visited the Egyptian museum and Giza pyramids، انا زرت المتحف المصري واهرامات الجيزة. يبقى هو سأله سؤال قال له ايه الاماكن اللي انت زرتها؟ What places did you visit؟ What places، الكلام في الماضي بقى اقول did و I تتحول ل you واجيب الفعل في المصدر بعد did يبقى اقول visit. What places did you visit here، الاماكن اللي انت زرتها هنا. فقال زرت المتحف المصري واهرامات الجيزة. سأله سؤال فقال له I will stay for 2 weeks، انا سوف اقيم لمدة اسبوعين. يبقى هو هيقول له ايه كم طول المدة اللي انت هتقضيها هنا؟ طيب خلي بالكم معايا كم طول المدة اسمها ايه؟ اسمها how long. بنقول how long، how long، وبعد أداة الاستفهام المفروض بجيب فعل مساعد هنا will. how long will I تتحول you، you. how long will you stay، how long will you stay here، أو stay بس وخلاص. هتقعد قد ايه؟ قال له اقعد اسبوعين. will you visit Luxor، هتزور الأقصر؟ مثلا يقول له yes I will، نعم ايوه هزورها. have a nice time، احمد بقى ايه تمنى له ان هو يقضي وقت لطيف، have a nice time. فالسائح هيقول له ايه؟ thank you، شكرا لك. اتمنى لك وقت لطيف، قال له thank you. read the following، اقرا التالي، and answer the questions، واجب على الاسئله. In ancient Egypt، في مصر القديمة، there was a village، كان في قرية called دير المدينة، اسمها دير المدينة. The people، الناس، from the village، من القرية، worked in the valley of the kings، كانت بتعمل في وادي الملوك. There were 68 houses، كان في 68 منزل في المدينة ديت. The walls، الحوائط of the houses، بتاعت المنازل، were made of bricks، كانت مصنوعة من الطوب. And the doors، والأبواب، were made of wood، كانت مصنوعة من الخشب. The people painted their houses، الناس دهنت بيوتها white، باللون الأبيض. With red doors، بأبواب حمراء. The house had a kitchen، المنزل كان بيبقى فيه مطبخ. There was usually، كان فيه عادة an oven، فرن in it، فيه ادي عايد على المطبخ، كان عادة بيبقى فيه فرن. The house، المنزل، had a living room، فيه غرفة معيشة. But there weren't any bedrooms، بس ما كانش فيه أي غرف نوم. People usually، الناس عادة slept، كانت بتنام on the roof، على السطح. Because it was very hot، عشان كان الجو بيبقى حر جدا at night، في الليل. طب أول سؤال، the word roof، كلمة roof اللي هي سطح، means معناها إيه؟ the top of a building، يعني قمة المبنى، اسمه roof، سطح.
يبقى هنختار الاختيار نمبر A. The doors الأبواب of houses بتاعت المنازل were painted كانت بتدهن باللون الأحمر painted red. The underlined pronoun الضمير اللي تحته خط 8 هو أو هي غير العاقل refers to بيشير للإيه زي ما قلنا للكيتشن للمطبخ. Number 4 give a suitable title for this passage أعطي عنوانا مناسبا للفقرة هنقول دير المدينة دي إجابة number 4. بعد كده بيقول لك how many houses were there in the village كم عدد يعني المنازل اللي كانت موجودة في القرية ديت كان في زي ما نشوف الفقرة كده there were 68 houses كان في 68 بيت ودي إجابة number 5. Do you think هل بتعتقد the ancient people إن الناس القدماء were clever كانوا مهرة why or why not؟ أعتقد إن هما مهرة yes because they built interesting and beautiful buildings عشان هما بنوا يعني مباني شيقة وجميلة هنقول yes I think so أعتقد ذلك هنقول هنا because بسبب they built عشان هما بنوا interesting مباني شيقة and beautiful buildings yes I think so نعم أعتقد ذلك because they built عشان هما بنوا interesting and beautiful buildings مباني شيقة وجميلة. الصفحة اللي قدامها 53 صفحة 53 choose the correct answer اختار الإجابة الصحيحة. A car door باب السيارة is made of مصنوع من الإيه؟ مصنوع من المعدن الميتال. They can't go لا يستطيعوا الذهاب today اليوم because there is no wind ما يقدروش يمارسوا رياضة إيه عشان النهاردة ما فيش رياح. طب البايكنج ركوب الدراجات ولا الدايفنج الغوص ولا التريكنج يعني الارتحال ولا الويند سيرفنج اللي هو ركوب الامواج بقارب شراعي ما يقدروش يركبوا الامواج النهارده عشان ما فيش رياح يبقى ويند سيرفنج. I am very hungry I don't want to eat another fish. طيب انا عايزه اقول بالرغم ان انا جعان انا مش عايزه اكل اي سمك. طيب هنا عشان في تناقض ما بين الجملتين فهربط بايه بالزو يعني بالرغم من don't swim in the sea لا تسبح في البحر when it is very dangerous لما يكون في عاصفه او يكون الجو عاصف عشان ده بيبقى حاجه خطيره. طب when it is لما يكون ايه stormy شديد العواصف يعني to be means not to be quiet معناها ان انت ما تبقاش هادي يبقى انت كثير الضوضاء يعني noisy. I like أنا بحب but it is difficult to open them أنا بحب إيه بس صعب فتحهم بحب جوز الهند الكوكوناتس بس صعب فتحه جوز الهند. Will there electric cars in the future هل سوف يكون هناك سيارات كهربائية في المستقبل بعد will بيجي الفعل في المصدر المصدر بتاع am is are was where اللي هو be okay يبقى will there be هل سوف يكون هناك. A has a hard shell ليها صدفة قوية to protect it عشان تحميها السلحفاة ده تعريف طبعا السلحفاة turtle السلحفاة بيبقى لها صدفة قوية بتحميها. My grandfather جدي was a إيه كان إيه he sailed around the world هو أبحر حول العالم يبقى جدي كان إيه كان بحار بحار يعني sailor. This is the popular book in the library ده عايز اقول بقى لاما اكتر كتاب محبوب او ليه شعبيه في المكتبه لاما اقل ايه كتاب ليه شعبيه في المكتبه لاما بقى هختار ذا موست ذا ليست طبعا هنا مفيش ذا موست يبقى اختار ذا ليست الكتاب الاقل شعبيه او ما مش بيتداول كتير في المكتبه يعني. بعد كده عندنا سؤال الكوريكت سؤال التصحيح would you like to make himself a cup of tea تحب تعمل لك فنجان شاي طب يو يعني انت الضمير المنعكس من يو اللي هو ايه yourself تحب تعمل لك فنجان شاي yourself. When you cross a road لما تعبر طريق you mustn't look left and right
يجب عليك ان انت لا تنظر يسارا ولا يمينا، لا لازم تبص شمال ويمين، يبقى شيل النفي، يبقى اقول لك يو ماست لوك، يجب عليك ان انت تنظر ليفت اند رايت، شمالا او يسارا ويمينا، يبقى هنا هنقول ايه ماست. كان يور بيست فريند، هل يستطيع صديقك المقرب سبيكينج انجلش ويل، ان هو يتحدث اللغه الانجليزيه بشكل جيد؟ بعد كان بيجي الفعل في المصدر من غير اضافات، يبقى سبيك بس. How about goes to the park، ماذا عن الذهاب للحديقة العامة؟ بعد how about بيجي الفعل في ing، يبقى أقول إيه how about going، وده أسلوب اقتراح، بعد how about بيجي الفعل في ing. Write a paragraph، اكتب فقرة إنشائية عن our environment، بيئتنا. تعال نشوف كتبنا إيه. Our environment بيئتنا has a lot of problems، فيها الكثير من المشكلات. Pollution، التلوث is the most dangerous problem، هو المشكلة الأكثر خطورة in our environment في بيئتنا. Factories، المصانع cause air and water pollution، بتسبب تلوث الهواء والماء. Cutting down forests، قطع الغابات causes، بيسبب climate change، تغير المناخ. Climate changes، تغير المناخ cause، بيسبب increasing in temperature، زيادة في درجة الحرارة. وفلادز، فيضانات and droughts، وجفاف. Using oil، استخدام زيت البترول and petrol والبنزين causes، بيسبب a lot of pollution too، كثير من التلوث أيضا. Using chemicals، استخدام المواد الكيميائية in farming، في الزراعة causes، بيسبب land pollution، تلوث الأرض الزراعية. We should do our best، ينبغي أن نبذل قصارى جهدنا to decrease، عشان نقلل the pollution، التلوث in our environment، في بيئتنا. We should use green energy، ينبغي أن احنا نستخدم طاقة نظيفة like wind and solar energy، مثل طاقة الرياح وطاقة الشمس. We should grow more trees، ينبغي أن نزرع المزيد من الأشجار to keep air healthy، عشان نحافظ على الهواء صحي and clean ونظيف. We should recycle، ينبغي أن احنا نعيد تدوير our rubbish، القمامة بتاعتنا to reuse them، عشان نعيد استخدامهم. We should put rules، ينبغي ان احنا نضع قواعد to stop factories، عشان نوقف المصانع and people والناس from polluting our environment، من تلويث بيئتنا. بعد كده عندنا منوفية governorate، محافظة المنوفية، بيج 54 صفحة 54. اول سؤال في الامتحان listening، نسمع نص الاستماع. Exercise is very good for our health، it makes our heart beat faster. Exercise can help our brains to think well. It makes our brain think faster. You should do exercises every day. طيب تبقى اللي سمعنا بقى. What is good for our health؟ الجيد لصحتنا التدريب الرياضي، الاكسرسايز. الجيد لصحتنا الاكسرسايز التدريب الرياضي. طب what does exercise do to our heart؟ بيعمل ايه التدريب الرياضي لقلبنا؟ it makes it، بيجعله ايه؟ يدق اسرع، اللي هي beat faster. What is exercise good for؟ التدريب الرياضي يعني مفيد لايه؟ مفيد لعقولنا، our brains. How does exercise help our brains؟ ازاي التدريب الرياضي بيساعد عقولنا او مخنا، يعني we think، ان احنا بنفكر بقى ايه بشكل اسرع، faster، بيساعدنا ان احنا نفكر بشكل اسرع، faster. Complete the following dialogue، اكمل المحادثه التاليه. منى and Dina are talking about music، منى ودينا بتتحدثان عن الموسيقى، فبتقول لها do you like classical music دينا، هل بتحبي الموسيقى الكلاسيكيه يا دينا؟ ردت عليها، سالت سؤال، فقالت لها I last went to a concert، اخر مره رحت فيها حفل موسيقي، last year، كان السنه اللي فاتت، it was fantastic، وكان رائع. طيب خلي بالكم معايا ان واضح انها ان دينا بتحب الموسيقى، هي بتقولها بتحب الموسيقى الكلاسيكيه، اللي بيروح حفلات موسيقيه ده بيروح كونسيرتس، ده بيبقى بيحب الموسيقى القديمه الكلاسيكيه يعني. طيب بتحب الموسيقى الكلاسيكيه يا دينا؟ والسؤال بدو، هتقول يا سيدو، ايوه بحب الموسيقى الكلاسيكيه. سالتها سؤال فقالت لها اخر مره رحت فيها الحفل موسيقى كان السنه اللي فاتت، يبقى هتقول لها ايه؟ امتى اخر مره رحت فيها حفل موسيقي؟ يبقى تقول لها متى، يعني when، when did you last go، امتى اخر مرة to a concert، الحفل موسيقي. when did you last go to a concert، اخر مرة رحت في حفلة موسيقية امتى؟ فقالت ايه؟
السنة اللي فاتت وكانت مدهشة أو رائعة يعني. Have you got a ticket for the concert on Saturday؟ وانت معاكي تذكرة للحفلة بتاعت يوم السبت؟ فردت عليها بعد كده سألتها سؤال فقالت لها Yes you can come with me، أيوة ممكن تيجي معايا. Are you happy about that؟ انت سعيدة بكده؟ طيب واضح إن هي معاها تذكرة للحفلة بتاعت يوم السبت بتاعت الحفلة الموسيقية. بتقول لها Have you got a ticket؟ معاكي تذكرة؟ والسؤال بهاف فتقول Yes I have، أيوة معايا. الفعل المساعد اللي بسأل بيه بجاوب بيه، اوكي؟ طيب معايا. سألتها سؤال كمان فقالت لها يس يو كان كام، اه ممكن تيجي ويز مي معايا. فهي بتقول لها ايه بقى؟ كان اي كام ويز يو، انا ممكن اجي معاكي. كان اي كام ويز يو، انا ممكن اجي معاكي. قالت لها اه. ار يو هابي اباوت ذات، انت سعيده بكده ان انت هتيجي معايا يعني؟ فقالت يس هي ايوه. It's fantastic، ده حاجة مدهشة. I hope you will enjoy your time، امل ان انت تستمتعي بوقتك. هتقولها شكرا لك، thank you. Thank you. Read the following، اقرا التالت and answer the questions واجب عن الأسئلة. Today was a terrible day، النهاردة كان يوم فظيع يعني سيء جدا. My baby brother أخويا الرضيع الصغير wake me up أيقظني at 5 a.m. الساعة 5 صباحا. I am so tired now، أنا الوقت متعب جدا. I went to the kitchen، أنا ذهبت للمطبخ for breakfast من أجل طعام الإفطار. But we had no milk، لكن ما كانش فيه لبن or bread ولا خبز. So mom، لذلك أمي asked me، طلبت مني to go to the shops، إن أنا أروح المحلات. But it was closed، لكن كانت مغلقة. ادي عايدة على ايه؟ طلبت مني ان انا اروح المحل. بصوا كده mom asked me to go to the shop، ماما طلبت مني اروح المحل لكن it كان المحل مغلق. Because it was only، عشان كان بس الساعة لسه فقط 6:30 a.m، لسه الساعة 6:30 الصبح المحل مقفول. Then بعد كده I tried to do my math homework، بعد كده حاولت اعمل واجب الحساب بتاعي. But I lost all my work، لكن أنا فقدت كل عملي. Because my laptop stopped working، لأن اللابتوب بتاعي توقف عن العمل. Although we planned to have a barbecue in the afternoon، بالرغم إن إحنا كنا مخططين إن إحنا نقيم حفل شواء في فترة بعد الظهر. It was very windy، كان الطقس عاصف جدا. We couldn't have it، معرفناش نقيم حفل الشواء ده. I hope أمل tomorrow is a better day، يكون يوم أفضل. آمل إن غدا يكون يوم أفضل. الصفحة اللي قدامها 55 55. The underlined pronoun ضمير تحته خط إيت هو أو هي الغير العاقل refers to إيت، دي بتشيل لإيه؟ بتشيل للمحل the shop. زي planned to have a، هما خططوا يكون عندهم إيه in the afternoon بعد الظهر، يكون عندهم حفل شواء a barbecue. The underlined word الكلمة اللي تحت خط terrible فظيع means معناها ايه؟ معناها bad سيء. Give a suitable title to the passage، اعطي عنوانا مناسبا للفقره. هنقول مثلا ايه؟ a terrible day، يوم سيء جدا. a terrible day، والكلام ده موجود في السطر الاول في الفقرة. ممكن تقول today was a terrible day، النهاردة كان يوم فظيع، برضك ينفع عنوان. A terrible day، يوم فظيع أو سيء جدا، صح تماما. طيب بعد كده بيقول لك do you think، هل بتعتقد the writer إن الكاتب was happy، كان سعيد؟ لا طبعا ما كانش سعيد، يبقى له no I don't think so. لا لا أعتقد ذلك. طب when did his brother wake him up، امتى ايقظوا اخوه؟ في اول سطر خالص قال لك my brother my baby brother، اخويا الصغير البيبي wake me up at 5 a.m. في الساعة الخامسة صباحا، يبقى نقول at 5 a.m. في الساعة الخامسة صباحا. choose the correct answer، اختار الإجابة الصحيحة. A is a man، هو رجل. who works in business، اللي بيعمل في العمل التجاري، يبقى ده رجل أعمال business man. I love، أنا بحب A because I am good at swimming، عشان أنا جيد في السباحة. under the water، تحت الماء، يبقى أنا بحب إيه؟ الكاياكينج التجديف، ولا الدايفنج الغوص، تريكينج الارتحال، ولا السيلينج البحار؟ أنا جيد في الإيه؟ في الغوص تحت، في السباحة تحت الماء، يبقى أنا جيد في الغوص في الدايفنج.
طب the earth الكرة الأرضية is one of eight that go around the sun، هي واحدة الأرض دي من 8 كواكب يدوروا حول الشمس، وكواكب يعني planets. A or an has eight legs، اللي عنده 8 أرجل الأخطبوط الأكتوبوس. We learned a lot، تعلمنا كثيرا about the earth عن كوكب الأرض and the moon والقمر at the فين؟ في الأكواريوم حديقة الأسماك ولا البنك ولا الميوزيوم ولا البلانيتاريوم القبة السماوية أو المرصد الفلكي. نتعلم عن الأجرام السماوية طبعا في الإيه، في البلانيتاريوم في المرصد الفلكي. A can fly، اللي بيستطيع إن هو يطير، but it does not have a pilot، بس مش فيه طيار. دي الطائرة بدون طيار اللي هي درون. Some houses، بعض المنازل fell to the ground، وقعت على الأرض after the إيه، بعد الزلزال، بعد الأرثكويك. My sister أختي is the tallest person in our family، أختي أطول شخص في أسرتنا. صيغة تفضيل عليا بقول the tallest الأطول. You don't drive this car، أنت لا تقود هذه السيارة. It drives، هي بتقود نفسها بنفسها. والسيارة دي it، الضمير المنعكس من it اللي هو itself، بنفسها الغير العاقل يعني. When you away plastic it stays in the environment for years، لما انت بتلقي البلاستيك بيبقى في البيئة لمدة طويلة. هنا when زي كده الحالة الصفرية، بيجي بعدها مضارع بسيط والناحية التانية مضارع بسيط برضو. يبقى when you بقى نقول ايه بقى، throw، لما تلقي، لما بتلقي البلاستيك بيظل في الطبيعة لوقت ايه طويل. يبقى نجيب هنا الفعل في المصدر throw، يلقي. بيج 56 صفحة 56 عندنا سؤال كوريكت، سؤال تصحيح. Will there are electric cars in the future، هل سوف يكون هناك سيارات كهربائية في المستقبل؟ بعد will بيجي المصدر، والمصدر بتاع am و is و are اللي هو be. Will there be، هل سوف يكون هناك. أحمد is 12، أحمد عمره 12 سنة. Which year is he born in، أي سنة هو ولد فيها. الكلام في الماضي يبقى مش هقول is، هقول was، أي سنة هو ولد فيها. The museum المتحف is usually عادة most crowded بيبقى on Saturday than on Sunday، بيبقى أكثر ازدحاما في يوم السبت عن يوم الأحد. هنا بقارن ما بين اليومين يعني، يبقى في صفة طويلة يبقى أقول more crowded، أكثر ازدحاما. My sister didn't like the book، أختي مش عجبها الكتاب. And I loved it، في تناقض، لكن أنا حبيت الكتاب. طب أربط ما بين جملتين بينهما تناقض بـ but. But أختي مش حبت الكتاب، but لكن أنا حبيته. بعد كده عندنا باراجراف عن how you spent your last weekend، كيف قضيت عطلة نهاية أسبوعك الماضية. تعالوا نشوف كتبنا إيه. Weekends، عطلات نهاية الأسبوع، are very important، مهمة جدا in our life، في حياتنا. زي help us، بتساعدنا to do things، ان احنا نقوم بعمل اشياء and enjoy our free time، ونستمتع بوقت فراغنا. Last weekend، عطلة نهاية الاسبوع الماضية، I visited the Egyptian museum، انا زرت المتحف المصري with my family، مع اسرتي. We went there by car، ذهبنا الى هناك بالسيارة. We arrived there، وصلنا الى هناك at 9 o'clock، الساعة 9 in the morning، في الصباح. We bought the tickets، اشترينا التذاكر at the gate، عند البوابة. The museum المتحف is very big، كبير قوي. It is in Cairo، هو موجود في القاهرة. We saw many statues، شفنا كثير من التماثيل and the mummies، والمومياوات. There was a nice guide، كان في مرشد سياحي لطيف at the museum، في المتحف. He told us، هو أخبرنا very interesting information، بمعلومات شيقة جدا about the ancient Egyptians، عن المصريين القدماء. We met many tourists، قابلنا كثير من السائحين from all over the world، من جميع أنحاء العالم. We were very happy، كنا سعداء جدا. It was a very nice weekend، كانت عطلة نهاية أسبوع لطيفة جدا. آخر حاجة معانا النهاردة، غربية governorate، محافظة الغربية، في نفس الصفحة بردك 56 صفحة 56. أول سؤال listening، استماع، نسمع نص الاستماع. Marvin is a famous musician، he writes many beautiful songs، they are very popular. He learned to play music when he was 12. He plays the guitar in a jazz band. He is very clever. طيب نتكلم على مارفن الموسيقار. مارفن is a famous، هو famous a musician، موسيقار مشهور.
مارفن رايت مارفن ألف أو كتب ميني بيوتيفول كثير من الإيه الأغاني الجميلة، وأغاني يعني songs. He learned to play music، هو يعني تعلم أن يعزف موسيقى when he was، عندما كان عمره 12 12 سنة. He plays، هو لعب زي إيه هو أو عزف على آلة إيه in a jazz band، في فريق جاز، فرقة موسيقية لعزف الجاز، يبقى هنقول هو عزف جيتار زي ما قالوا في الفقرة جيتار. Complete the following dialogue، أكمل المحادثة التالية. فادي and هادي are talking about تحيا مصر بريدج، فادي وهادي بيتكلموا على كوبري تحيا مصر. ففادي بيقول where did you go last week، إلى أين ذهبت الأسبوع الماضي؟ رد عليه قال له where is تحيا مصر بريدج، أين كوبري تحيا مصر؟ فواضح طبعا من رأس السؤال إن هو راح كوبري تحيا مصر. طيب بيقول له بقى where did you go last week، هيقول أنا ذهبت لكوبري تحيا مصر. I went to تحيا مصر بريدج. طب where is تحيا مصر بريدج، هو فين كوبري تحيا مصر؟ هو موجود في القاهرة، يبقى نقول it is in كايرو، هو موجود فين؟ في القاهرة. طب سأله سؤال ففي الناحية التانية جاوب وقال نو ات ازنت اولد، لا ده مش قديم، ات از نيو، ده جديد. يبقى السؤال بقى ايه، هل هو قديم؟ از ات اولد، از ات اولد، يعني هو كوبري تحيا مصر ده قديم؟ قالوا لا ده ايه حديث جديد. بعد كده سأله سؤال فقال له ات اوبند ان 2019، تم افتتاح سنة 2019. يبقى هو هيقول له متى تم افتتاحه، وين did it open، متى تم افتتاحه؟ سنة 2019. what is its floor made of، طب الأرضية بتاعته مصنوعة من ايه؟ هي هو يعني مصنوع من أرضية زجاجية، زجاج قوي، يبقى نقول its made of strong glass. مصنوع من زجاج قوي. Read the following، اقرأ التالي. And answer the questions، وأجب على الأسئلة. The British Museum، المتحف البريطاني in London، في لندن. Is the oldest public museum، هو أقدم متحف عام in the world، في العالم. It opened، تم افتتاحه in 1759، سنة 1759. And now، والآن. Has more than 13 million objects، يعني بيحتوي على أكتر من 13 مليون قطعة أثرية. About 6 million visitors، حوالي 6 مليون زائر. Go there، بيذهبوا إلى هناك every year، كل عام. فزير دي عايدة على المتحف البريطاني، بيروحوا هناك كل سنة. The museum، المتحف has the largest collection، في مجموعة أكبر مجموعة of Egyptian objects، من الأشياء المصرية، القطع الأثرية المصرية يعني، outside Egypt، خارج مصر. One of its most important objects، يعني واحدة من أكتر الأشياء أو القطع الأثرية المهمة، is the Rosetta Stone، هو حجر رشيد. This arrived، اللي وصل at the museum، للمتحف in 182، سنة 1802. The writing on the stone، الكتابة اللي على الحجر، is in three different languages، بثلاث لغات مختلفة. This allowed، وده سمح people، للناس to understand، ان هم يفهموا ancient Egyptian hieroglyphics، اللغة الهيروغليفية المصرية، for the first time، لأول مرة. طيب أول سؤال بقى عندنا هنا بيقول لك hieroglyphics، اللغة الهيروغليفية، is a إيه؟ دي تعتبر إيه؟ language، لغة. الهيروغليفية دي لغة. طيب the underlined word there refers to، قلنا there بتشير لإيه؟ للمتحف البريطاني، the British Museum. لندن is famous in Europe، لندن دي ايه في اوروبا، مدينة مشهورة في اوروبا، a famous city، مدينة مشهورة. What is the main idea of this passage، الفكرة الرئيسية للفقرة دي، تعالوا نجيبها كده من هنا من الفقرة. بيتكلم طبعا على the British Museum in London، المتحف البريطاني في لندن، يبقى دي number 4، دي الفكرة الرئيسية بتاعت الفقرة. Do you think، هل بتعتقد museums، المتاحف، are wonderful، رائعة؟ Why؟ أو طبعا رائعة عشان بتحتوي على أشياء مهمة وقيمة، تمام؟ يبقى نقول yes I
سينك سو. نعم اعتقد ذلك ان المتاحف دي حاجة مذهلة، حاجة رائعة. because بسبب we can find، بسبب ان احنا ممكن نجد important objects there، عشان احنا ممكن هناك نجد اشياء ايه، اشياء مهمة. انا كنت عايزة اقول valuable، قيمة، بس يعني خايفة اكون صعبة عليكم شوية. طبعا المتحف بيبقى فيه حاجات valuable، قيمة، اوكي، وtreasures، كنوز. فدي الإجابة دي كافية. أقول yes I think so، نعم أعتقد ذلك إن المتاحف رائعة. because we can find، عشان ممكن نجد important objects there، يعني أشياء مهمة هناك. طيب when did the Rosetta Stone، إمتى حجر رشيد arrive at the British Museum، وصل للمتحف البريطاني؟ هو قال لك سنة 1802. تعالوا نشوف الفقرة كده. in 182 سنة 1802، ودي إجابة number 6، إجابة السؤال السادس. Choose the correct answer، اختار الإجابة الصحيحة. I can't see، لا أستطيع أن أرى. while driving، أثناء القيادة. in a morning، في صباح ضبابي، مليان غيوم، ضبابي يبقى فوجي. تقول إيه، في شبورة في الجو، الشبورة دي اسمها ضباب، أوكي؟ يوم ضبابي، فوجي morning. Who cook your meal this evening، من الذي سوف يطبخ وجبتك هذا المساء؟ يبقى هنقول إيه؟ who هنقول هنا is going to، هي دي الوحيدة اللي هتنفع. من الذي سوف يطهو لك وجبتك في المساء، هذا المساء. اخر بيج معانا النهارده 58، صفحه 58، ومكملين في سؤال الاختيارات. A reserve is an area، عباره عن منطقه of land من الارض، where animals، حيث الحيوانات، and plants، والنباتات، are protected، بيتم حمايتها. ده تعريف المحميه الطبيعيه، الناتشر ريزيرف، محميه طبيعيه. The birds stores sleep in caves، بتنام في كهوف، to protect from eagles، عشان تحمي نفسها من النسور. طب the birds stores دول يعني زي هم، والضمير المنعكس من زي هم اللي هو بأنفسهم، يحموا أنفسهم، يبقى themselves. What will your future house like، يعني شكل بيتك المستقبلي هيكون ايه، اسمها يشبه او شكله، يعني look like. Earth، الكرة الأرضية، is one of eight that go around the sun، يعني الكرة الأرضية واحدة من 8 كواكب بتدور حول الشمس، والكواكب يعني planets. If I don't work hard، لو أنا ما عملتش بجد، I pass my exam، يعني أنا لن أنجح في امتحاناتي. قاعدة if الشرطية، الحالة الأولى، بيجي بعدها مضارع بسيط، والناحية التانية will والمصدر. طبعا هنا اقول انا لو ما ذاكرتش بجد مش هنجح في امتحاناتي، فهنا هنقول ايه بقى، won't، يعني لن، بدل will هقول won't عشان في نفي. cars، السيارات، باصز، الاتوبيسات، trains، القطارات، and planes، والطائرات، are means of، وسائل المواصلات، means of transport، كل دي وسائل مواصلات. طب my mother، مامتي، me of my homework، ماما يعني ذكرتني بواجبي. طيب ذكرت يعني reminded، ذكرتني، فكرتني بالواجب يعني. let's good time together، هيا نقضي وقت جيد سويا، يبقى نقول ايه بقى بعد let's، هيا بينا، وده اسلوب اقتراح، بيجي الفعل في المصدر من غير اضافات، يبقى let's spend، المصدر بتاع يقضي اللي هو spend، اوكي. سؤال الكوريكت، سؤال التصحيح. I would prefer playing tennis، انا بفضل لعب التنس. طبعا بعد would prefer بيجي to المصدر، يبقى اقول to play. okay to play. is Mr. Ali your better teacher at school، عايز اقول هو الاستاذ علي افضل مدرس في المدرسة، افضل مدرس ليك في المدرسة. طب افضل يعني best. I am looking forward to، انا بتطلع، see you soon، اتطلع الى رؤيتك قريبا. بعد look forward to، احنا عارفين ان دايما بعد to بيجي الفعل في المصدر، بس look forward to يتطلع الى، بيجي بعدها الفعل في ing، تمام؟ يبقى بتطلع ل seeing you soon، اتطلع الى رؤيتك قريبا، يبقى هضيف للفعل ing. how many information do you have، كم، عايز اقول بقى ايه كمية المعلومات التي لديك. طبعا المعلومات بتعامل معاملة المفرد، فما اجي اقول كم كمية المعلومات، ما اقولش كم عدد المعلومات، يبقى بدل مني اقول ماتش.
How much information do you have؟ يعني كم كمية المعلومات التي لديك؟ Write an email، اكتب email to your friend محمود، اكتب email لصديقك محمود to tell him about عشان تخبره عن your favorite sport، رياضتك المفضلة. Your name is Rami، اسمك رامي، and your email address، وادي عنوان بريدك الإلكتروني رامي rani@yahoo.com. Your friend's email address وعنوان صديقك الإلكتروني mahmood19@gmail.com. طبعا عندي هنا from يعني من وto إلى وsubject الموضوع. طيب from من مين؟ من أنا هو الإيميل بتاعي، أكتب الإيميل بتاعي هنا اللي هو رامي راني. ساعات بتيجي طول أول ساعات from الأول، مش مشكلة يعني، المهم تبقى مركز. لما يكون في from من تكتب البريد الإلكتروني الخاص بك في الإيميل. هنا رامي راني @yahoo.com هكتبها هنا. تو لمين؟ ادي صديقة هو البريد الالكتروني بتاعه، هكتبه هنا mahmood19@gmail.com. سبجكت الموضوع هو بيقولك اكتب عن يور فيفورت سبورت، رياضتك المفضلة، بس يور دي خليها ماي، يعني هنا هكتب ماي فيفورت سبورت. ببدأ اي ايميل بدير واسم اللي انا بعت له، انا بعت لمحمود يبقى دير محمود وفي فاصلة في كومة على السطر. بعد كده مقدمة how are you and your family، كيف حالك وحال أسرتك. بعد كده تبدأ بقى في الموضوع، تقول له مثلا I'd like to tell you، أود إن أنا أخبرك about my favorite sport، رياضتي المفضلة، مثلا I like playing football، بحب ألعب كرة قدم وبلعبها مرتين في الأسبوع كده، يعني تكتب موضوع عن أي رياضة مفضلة لدي. بعد كده بقول see you soon، أراك قريبا، بختم بكده وبمضي بقى yours المخلص ليك. انا اسمي في الايميل ايه؟ قالك your name is رامي، يبقى اسمي ايه؟ رامي. اوكي طبعا الموضوع بتكتب الرياضة المفضلة لديك. خلصنا سيشن النهاردة، تمنياتي لكم بدوام التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.